الوقت 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 كالسيف. بس اقول لك على حاجه فعلا خطرت في بالي النهارده، كان عندي مشاوير كتيره فتره الصبح، لقيت ان على مدار اليوم انا راضيه عن اللي انا انجزته. تمام. لاني حسيت ايه، جات لي فكره بقى انه لما بيكون اليوم مشحون بتفاصيل كتيره بننجز. عارفه لما بيكون ما عنديش حاجه او حاجه ممكن تتاجل، تقريبا ما بقومش من الكنبه اللي انا قاعده عليها. لكن بتلاقي اليوم وراك بقى حاجات كتيره جدا صح. جدا، بتلاقي نفسك فعلا منظمه وقتك وعارفه فعلا تنجزي كل الكم فعلا. ده من الاشياء. وبعدين اقول لك على شيء، احنا برضو يعني الاعتراف بالحق فضيله، احنا بنعاني من مدينه مزدحمه طوال الوقت، فالمشوار اللي هتاخده في ساعه تاخده في 4 ساعات. ورمضان، او رمضان، رمضان اليوم مقسوم، فعندك الساعتين والناس ثلاثه احلاجها هنا، تحسي ان الصيام خلاص مش طايقين حد ولا بيتكلموا مع حد، لا وشوارع زحمه، بس مشاحنه تضرب في بعض، وشوارع زحمه بجد. صح يعني ايه ال3 ساعات اللي قبل الفطار او ساعتين ثلاثه اللي قبل الفطار، كله بيتذكر انه صعب. المغرب قرب كانه لو روح بيته هيفطر دلوقتي. وبعد الفطار يعني احسن حاجه فعلا ننزل بعد الفطار على طول. لكن المشكله فعلا مستمره طول العام، مش بس في رمضان. احنا يمكن بنقول انها في رمضان بتزيد شويه علشان اليوم مقسوم، علشان وقت رمضان ضيق. لكن ما فيش حاجه اسمها وقت ضيق، لانه اليوم متوزع بعداله بالضبط في كل انحاء العالم. ساعة هم 24 ساعه، صح. في ناس ليه بتنجز وناس ما بتنجز. كيف نقدر نستغل كل ساعه وكل دقيقه وكل ثانيه؟ بالفعل كل ثانيه، لان الثانيه تكون دقيقه. ايش تقدر تعمل في يومك؟ ايش تنجز مشوار 2 3 4؟ حتى لو جلست في مكتبك، خلصت يومك العادي وخرجت تفسحت ورجعت على البيت او تغديت، كله كيف نقدر نستثمر وقتنا وكيف نستفيد منه؟ اداره الوقت بالضبط. نشوف راي الشارع طبعا في اداره وتنظيم الوقت عشان نكمل الصورة بالشكل الكامل. نشوف. أولا أنا ما عنديش وقت أنا أنظمه، لأن أصل البلد ما فيهاش أي نظام، لأن أنا راجل بطلع في البيت الساعة 10 الصبح بخش الساعة 2 بالليل، ففين الوقت اللي أنا أنظمه في رمضان؟ بيتسحر، بينام ساعة بعد ما يصلي الفجر، بيقوم الساعة 9 الصبح، المهم جاهد نفسه وكده عشان كان وراه مشوار، أنت عارف حكومة والحاجات دي، بيقضي لغاية الظهر كده يا معود. تنظيم الوقت بيبقى ما بين الصلاة والعبادة وافتقاد الإخوة، يعني مثلا بحب أسأل دايما بالتليفون على الناس اللي هي أصدقاء والمقربين إلي المحبوبين بالنسبة لي، بسأل عليهم أطمن على أحوالهم، اللي محتاج حاجة ضروري طبعا إن أنا بفتقده، وربنا ان شاء الله يجعل ايامنا كلها خير. دلوقتي بيخلص بسرعه، لانك انت الصبح بتبقى في شغل، بعد كده بتصلي، بعد كده بيجي الفطار، خلاص فاضل عليه ساعه ولا ساعتين، بتصلي العشاء والتراويح، بتبقى الساعه 10، بتقعد مع اصدقائك على القهوه بقى، بتلعب طاوله وحاجات زي كده، بيجي السحور. الصبح طبعا ميعاد الشغل، نروح الشغل من الساعه 9 الصبح، ونبدا نرجع من الشغل حوالي الساعه 3، من الساعه 3 الواحد بيرتاح ساعه وبنزل يتمشى، بيجيب حاجات في البيت وكده، وبرجع على ميعاد الفطار او قبل الفطار بساعه او كده. بعد الفطار واحد بيريح شويه وبينزل يتمشى ويرجع تاني على البيت. الله، يعني كل الاراء ممتعه. شوفي كيف كل واحد له وجهه.